الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فما أحوجنا جميعا إلى التزود للآخرة بالأعمال الصالحة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فما منا من أحد إلا وهو بأمس الحاجة إلى هذا الزاد. ولا مقارنة بين حاجتنا إلى التزود من الدنيا والتزود للآخرة، فالتزود للآخرة أهم بما لا مقارنة بينه وبين التزود للدنيا. وزاد الآخرة هو الأعمال الصالحة، وكثير منا في غفلة عن هذا الزاد مع أهميته وعظمته. ولذلك الصالحون من قوم قارون لما رأوا قارون اغتر بماله وعظوه تلك الموعظة البليغة النافعة، فقالوا له: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. فانظر بين إلى الفرق بين قولهم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، أي اطلب في هذا المال الذي فتح الله عز وجل عليك به ووسع لك فيه الآخرة، هذا هو الأصل والمقصد. ثم قالوا له: ولا تنس نصيبك من الدنيا، يكون لك نصيب من الدنيا، لكن المقصد الأعلى والأعظم هو ابتغاء الدار الآخرة وثوابها وجزائها. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم وعظنا في أحاديث كثيرة، وذكر مقارنة بين أعمال الآخرة وأمور الدنيا في أحاديث عديدة، يذكر مرتبة العمل الصالح وعلو منزلته وحقارة الدنيا أمام هذا العمل، أو يذكر حقارة الدنيا أمام شيء من أمور الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. هذه موعظة بليغة من النبي صلى الله عليه وسلم لنا أن نهتم ونعتني بالأعمال الصالحة. ويحقر النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا هنا غاية التحقير، فيقول: هاتان الركعتان خير لك أيها العبد من الدنيا وما فيها. والدنيا تعلمون أن فيها الأموال والكنوز والذهب والفضة وغير ذلك، هاتان ركعتا النافلة، فكيف بالفريضة؟ فالفريضة لا شك أنها أعظم وأعلى، ولكن ركعتان من النافلة خير من الدنيا وما فيها. ففيه بيان لأهمية العمل الصالح ورفعة قدره، وبيان لحقارة الدنيا وحقيقتها وأنها لا تساوي عند الله عز وجل شيئا. وقس على هذا بقية الأعمال الصالحة. في موقف آخر جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الطبراني وغيره، صح الشيخ الألباني رحمة الله عليه، قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبر دفن صاحبه حديثا، لا زال القبر صاحبه مات قريبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صاحب هذا القبر؟ قالوا: فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتان يركعهما صاحب هذا القبر مما تنفلون وتحقرون، يعني نافلة خفيفة ليست من الفرائض، فالفرائض أعلى قدرا، وليست من النوافل التي يطيل فيها الإنسان، بل مما يخفف فيه، مما تنفلون وتحقرون خير له من بقية دنياكم، يعني من عهده عليه الصلاة والسلام إلى آخر الدنيا، خير له من بقية دنياكم. ركعتان من النوافل الخفيفة خير من الدنيا من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة. إذن الدنيا لا تساوي عند الله شيئا، فما بالنا في غفلة عن الأعمال الصالحة. وأيضا جاء في حديث آخر عند الإمام مسلم وغيره، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أي أحب إليه من الدنيا وما فيها. هاتان أو هذه الكلمات الأربع اليسيرة يقولها الإنسان في خلال ثواني، قال: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، والشمس تطلع على الدنيا وما فيها. فمعنى ذلك أن هذه الكلمات اليسيرة خير للعبد في ثوابها وجزائها وذخرها عند الله عز وجل مما لو نال العبد الدنيا وما فيها من الكنوز والذهب والفضة والمطاعم والمشارب وغير ذلك. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من الدنيا وما فيها. هذا كله في ذكر بعض الأعمال الصالحة التي تدل على أن العمل الصالح خير للعبد من الدنيا ولو حاز منها ما حاز ونال منها ما نال. فكيف والواحد منا لا ينال إلا الشيء اليسير منها؟ من باب أولى ألا يرغب في الدنيا وألا يزهد في العمل الصالح، بل العكس هو المطلوب.
أن يرغب في الازدياد من العمل الصالح ويستكثر منه، وأن يزهد في الدنيا وما فيها. في مقارنة أخرى يذكر النبي صلى الله عليه وسلم المقارنة بين شيء مما في الجنة مع أمور الدنيا، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: لقاب قوس في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وفي رواية: لموضع سوط أحدكم في الجنة خير له من الدنيا وما فيها. وفي رواية: لموضع قدم أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها. ولما ذكر الحور العين قال: ولنصيفها على رأسها. المرأة نصيفها، خمارها على رأسها، المرأة من أهل الجنة خير من الدنيا وما فيها. هذه مقارنة بين نعيم الآخرة ونعيم الدنيا. نعيم الدنيا لا يساوي عند الله شيئا أمام نعيم الآخرة، أمام هذا الشيء اليسير. فكيف وأدنى أهل الجنة يعطى مثل الدنيا وعشرة أمثالها؟ حقيق بالعبد أن يعمل لذلك النعيم، وأن يسارع في الطاعات والأعمال الصالحة، وألا تلهيه الدنيا وأمورها عن العمل للآخرة. فالواحد منا ربما يتكاسل عن صلاة النوافل، عن رواتب الصلوات، عن تلاوة جزء من القرآن، يتكاسل أن يصلي صلاة الضحى أو يصلي صلاة الوتر أو غير ذلك من هذه الأعمال الجليلة التي هي خير له مما لو حاز الدنيا بحذافيرها. فلا ينبغي لنا أن نكون بهذه المثابة، لا سيما والواحد منا يعني على المنهج السلفي الذي لا بد أن يكون منهجا سلفيا في العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات، وليس في جانب دون جانب، بل السلفية هي الدين، تشمل الدين كله والأخذ به من جميع جوانبه، ومن ذلك أبواب العبادات. لا بد أن يكون للسلفي ولطالب العلم حظ عظيم من العبادات والطاعات والأعمال الصالحة، ويستكثر منها ما استطاع، ولا تلهيه الدنيا عن الأعمال الصالحة. فإن نجد مع الأسف بعض العوام، عامة الناس، يحافظ على الرواتب، يحافظ على كثير من نوافل العبادات، وفي المقابل ربما كثير من طلاب العلم أو من السلفيين أو كذا زاهد في هذا الباب، زاهد في هذا الباب، لا يصلي من النوافل أو لا يفعل من نوافل العبادات الأخرى إلا الشيء اليسير. فهذا الأمر لا بد أن نتنبه له، وأن يكون عملنا للآخرة أعظم من عملنا للدنيا، ورغبتنا في الآخرة أعظم بما لا مقارنة من العمل للدنيا، لا سيما في مثل هذا الوقت وفي مثل هذا الزمن الذي عظمت فيه الفتن وكثرت فيه البلايا والمحن. فالأجر فيه أعظم والثواب فيه أجزل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: العبادة في الهرج كهجرة إلي. فما أحوجنا إلى أن نذكر أنفسنا بمثل هذا الأمر، وأن نحرص على الاستكثار من الطاعات والعبادات والأعمال الصالحات. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والهداية إلى طريق الرشاد. وشكر الله لشيخنا المبارك أبي عمار على إتاحته الفرصة للكلام، وشكر الله أيضا لشيخنا صالح على كلمته الطيبة وتوجيه النافع، وشكر الله لكم جميعا، ووفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.